بسم الله الرحمن الرحيم. الشرح ده سجل بناء على طلب احد الاشخاص يعني، وهيكون موجود للفايده لو حد محتاج يرجع له عن البيرت اناليسز او البيرت شارت. البيرت اناليسز او البروجرام ايفالويشن اند ريفيو تكنيك واحد من الطرق اللي بتستخدم علشان نعرف العلاقه ما بين الاكتيفيتيز او الانشطه جوه المشروع اللي احنا بننفذه. البيرت عاده بيبدا بان انا عندي ثلاث تقديرات لكل مهمه عمل، تقدير متشائم وتقدير متفائل والتقدير المعتاد. يعني انت مثلا عايز تقرا كتاب، لو انت متشائم قوي هتقراه في شهر، وفي الطبيعي انت بتقراه في اسبوع، ولو متفائل ممكن تخلصه في يومين. دي البدايه اللي المفروض نبدا بيها البيرت اناليسيس علشان نوصل للديوريشن. التشارت نفسه بتاع البيرت هو ما فيهوش غير حاجتين، السيركل او سكوير يعني سواء ده او ده، ودي اللي بترمز للاكتيفيتيز، والاسهم ودي بترمز للعلاقات. احنا هنعمل مثال عملي على البيانات اللي هنا. انا عندي مجموعه من الاكتيفيتيز من اول A لغايه L، وعندي لكل نشاط منهم اوبتيمستكس واستيميتد وبستيمستكس، متفائل ومتشائم والمعتاد او المتوقع. لما اجي ابدا ارسم البيرت اناليسيس ببدا بمعلومتين. المعلومه الاولى ايه هي؟ الاكتيفيتيز اللي ما فيش قبلها حاجه، يعني الاكتيفيتيز اللي ما عندهاش precedent، ملهاش activities قبليها. والمعلومة التانية ان انا لازم اكون حاسب الديوريشن. بتحسب ازاي؟ انا عندي عشان احسب الديوريشن انا محتاج الاوبتيمستيك زائد 4 ضرب الاستيميتد زائد البستيمستيك، فكده عندي 30. الناتج ده كله بقسمه على 6. ليه 6؟ لان انا عندي يعتبر 6 قيم، اللي هم 1 بيمثل المتشائم، 1 بيمثل المتفائل، و4 بيمثلوا المعتاد. يعني دي الديوريشن بتاعت كل تاسك. طبعا لو انا عايز اقدر اقربها لعدد صحيح، لكن خلينا نستخدمها زي ما هي. يعني دي الديوريشن اللي المفروض ابدا بيها الرسمه بتاعتي. تعالوا نعمل لها نسخ ونحطها في الباوربوينت جنب القيم اللي موجوده اصلا. يبقى دلوقتي عندي ديوريشن لكل مهمه ينفع اعملها في الرسمه بتاعتي. طيب انا عندي الاي والبي والسي مالهمش بريسيدنت، مالهمش مهمه سابقه، فهم دول اللي هبدا بيهم. انا هستخدم السكوير، السكوير او السيركل الاثنين صح. فانا عندي تاسك اي وسي. ليه رسمتهم؟ لان الثلاثه مالهمش بريسيدنت او مالهمش سابق. بعد كده عندي دي بتتبع A، يبقى انا عندي في سهم من A اروح للمهمه. خلينا نعمل المهمه الاول للمهمه التاليه اللي هي دي، وفي ما بينهم سهم اتجاه كده عشان يرمز ان المهمه دي لاحقه ديبندنت على المهمه دي. طيب دلوقتي انا محتاج احط على كل مربع من دول 5 معلومات. المعلومه الاساسيه اللي هي تخليني اقدر اعمل الخمسه كلهم هي الديوريشن اللي احنا حسبناه. فاحنا محتاجين من الديوريشن دي بترتيب المهام، فاحنا عايزين نحط على كل مهمه من دول الديوريشن بتاعتها. ده الاستيميتد ديوريشن اللي هي جايه بالمعادله اللي احنا عملناها.
لو انا خلصت وضع الديوريشن على المهام بالشكل ده، طبعا يفترض انت لو شغال بورقه وقلم هيكون الشكل افضل من كده، او حتى لو شغال على جهاز كمبيوتر حاول تطلع الشكل بشكل منظم. الخطوه اللي جايه ان انا عايز احسب الكريتيكال باث، المسار الحرج، وهو المسار الاطول بنسميه المسار الحرج. فانا دلوقتي محتاج ان انا اعمل جدول، يعني هيكون شكله ايه الجدول؟ الشكل ده انا عندي هنا المسار الاولاني A D K، المسار الثاني B E H K، المسار الثالث C F H K، بعدين C F I L، بعدين C G J. طيب يبقى الخطوة اللي جاية دلوقتي ان انا احسب الكريتيكال باس، فانا محتاج اعمل جدول يكون شكله كده. انا عندي المسار والتوتال ديوريشن. طيب المسار الاولاني المفروض بتكتبه كده A D K، يعني اول مسار A D سوري A، المسار الاولاني A D K 5 و6 كده 15 ونص، 5 و4 ونص و6 15.5. بعدين اروح للمسار اللي بعده بي اي اتش كي، خلصت الجدول بتدور على اكبر رقم اللي هو في الحاله دي 28، وبيبقى هو ده الكريتيكال باث بتاعك، يعني سي اف اتش كي سي سي اف اتش كي هو ده الكريتيكال باث. ببدا احسب الفلوت بتاع كل مسار. الفلوت هو الزمن، فلوت او السلاك هو الزمن اللي اقدر اتاخره من غير ما اثر على نهايه المشروع. يعني انا هنا المسار ده الفلوت او السلاك بتاعه هو من 15 ل 28، يعني الفلوت بتاعه 12 ونص 22، يبقى الفلوت بتاعه 5. انا بطرح 28 ناقص المسار الحالي 22، يبقى الفلوت 6. طبعا ده لازم يكون 0، الكريتيكال باث لازم الفلوت بتاعي يكون 0. هنا